المايسترو مؤسس فلسفة الكرامة، الأهلي فوق الجميع. إن الكلام اللي أنا بقوله لو لقيته معقول نفذه، لو لقيته مش معقول ما تنفذوش. أنا عايز مصلحة النادي، أنا بقول لك علشان مصلحة النادي. أحد أشهر رؤساء الأندية في تاريخ كرة القدم في العالم. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. This honor which happens once every 100 years. لاعب موهوب، فنان مبدع. إداري لا يشق له غبار. ورئيس ناد بمرتبة رئيس جمهورية للقلعة الحمراء. صالح سليم أبرز قمم عائلة سليم الكروية والتي قدمت للمارد الأحمر أكثر من موهبة، لعل أبرزهم شقيقاه عبد الوهاب وطارق سليم. فريق الأهلي ينزل إلى أرض الملعب. نال لقب المايسترو من جماهير الأهلي نظراً لعبقرية أدائه في وسط الملعب وشخصيته القيادية المتفردة بين زملائه من اللاعبين، والتي نجح من خلالها في رسم صورته كقائد أوركسترا ماهر يدير فريقاً من العازفين باقتدار وسلاسة. ولد صالح سليم في 11 من سبتمبر سنة 1930 في حي الدقي، والتحق بناشئي الأهلي سنة 1944، وفي 17 من عمره خاض أول مباراة له بقميص الفريق ودياً أمام المصري، وفاز فيها الأهلي 2-1، وسجل سليم هدف الفوز للفريق ليبدأ في تثبيت أقدامه كلاعب لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية. غادر صالح سليم النادي الأهلي في عام 1963 للاحتراف الخارجي في غراتس النمساوي، ثم عاد في عام 1967 ليعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً في سن 37. مبروك يا بيه، انا فرحان قوي اللي كسبت. انا كسبت النهارده عشان انت بتتفرج عليا. شعبيته الجارفه كانت طريقه الى السينما، حيث شارك في عده افلام منها الشموع السوداء امام الفنانه نجاة الصغيره، والباب المفتوح امام سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، وغيرهن من نجمات السينما المصرية. وانا اقدر اعمل ايه للناس؟ اي حاجة. ناولي واحد بيموت شوية مية وساعتها هتنسي خوفك، ساعتها هتحس بيهم وياكي بيقووكي. وتنحني لغة الارقام احتراما للمايسترو، فهو الرئيس الذي تم تسجيل اكبر عدد من البطولات في عهده ب 53 بطولة، كما أنه فاز لاعباً رفقة جيله الذهبي من اللاعبين بتسعة ألقاب دوري عام متتالية، وهو رقم قياسي لم يحققه أي فريق أو جيل آخر من اللاعبين. بدأت رحلة العملاق صالح سليم عقب الاعتزال مديراً للكرة، ثم عضواً بمجلس الإدارة، ثم رئيساً للنادي لأول مرة في عام 1980، وظل حتى عام 1988، ثم عاد رئيساً للنادي مرة أخرى في عام 1990، وبعدها في دورتي 1996 و2000، حيث وافته المنية في عام 2002. ولم يستكمل سليم فترته الرئاسية آنذاك، ترك صالح سليم إرثاً ضخماً من المبادئ والأخلاق في تاريخ القلعة الحمراء، إرث لن ينساه عشاق المارد الأحمر. كيف لا وهو صاحب المقولة الخالدة التي ربطت جماهير الأهلي بناديها برباط مقدس: الأهلي ملك لمن صنعوه
ومن صنعوه هم مشجعوه.